هو كان مبسوط جدا، قبل كده بشويه بس في نقطه في التعاون بين اللجنه والمنظمه العالميه للتنميه الفكريه، كانت متعدده من الصبح الساعه 10 وانتهت الساعه 5 وربع. فده السبب ان احنا بادئين بالظبط في الميعاد، المفروض تكون قبل حضراتكم نص ساعه على الاقل، فاستقبل حضراتكم. استاذ مسعد اتفضل يا معلم. حضرت ندوة
مع الوسائل في المغرب تكلم عن الحقوق الملكيه الفكريه، للاسف هم شاغلينها كتير جدا في الطريقه دي. نرفض يعني، دي بتبقى بدايتنا وما يبقاش في تعسف. انا شايف واعتقد الدكتور حسام عارف ان في ناس نفسهم يعطلوا القانون ومتصورين ان احنا هناخد فلوس من جيوبهم للفن. اقصد غرفه صناعه السينما اللي انا عضو مجلس الاداره. انا شايفهم مش مرحبين بالخطوه دي وكاننا هناخد حق من جيبهم. بعد ده مش هم اللي هيدفعوا. ولازم بقى ان ندافع عن حقوقنا، واذا تم هذا القانون اعتقد ان مستوى المهنه هيرتفع جدا، لان الفنان كان عنده اكتفاء ذاتي هيفكر ويختار وينقي، بعكس دلوقتي اللي بيقدم تنازلات كثيره جدا من اجل ان يعمل حاجه. نتمنى ان يبقى اليوم ده خطوه. وطبعا بالرجول انا عارف الدكتور حسام تعب قد ايه وتعبان قد ايه، واحنا تعبينه معانا. ان شاء الله ان شاء الله الاجتماع ده يصبر على شيء. بشكر الاستاذ عمر عبد العزيز. واهميه كلمه الاستاذ عمر عبد العزيز ان هو رئيس اتحاد النقابات الفنيه. رئيس اتحاد النقابات الفنيه يكون هذا رايه، وهو اساسا جاي من دنيا الابداع لانه مخرج كبير، وكلنا شفنا افلامه وشفناها بنشوفها عده مرات وبنتابعها عده مرات، وهو مصطحب مصلحه في تعديل القانون لان هو له حق ثابت في قانون 54 كمخرج انه ياخد اداء عليه. كل ده ما بيحصلش، ده مش معناه ان في قصور في التشريع، في قصور في التنفيذ. انما اللي ليهم مصلحه الان هم ابناء فناني مصر والفنانين المؤدين اللي هم بالمئات، واللي عندهم مشكله كبيره جدا ان هو بيضطر انه لما بيقعد على الترابيزه مع المنتج يتفاوض معاه ياخد اكبر مبلغ ممكن ياخده، لانه مش هيشوف حاجه ثانيه من مصنفه بعد كده. فكان بيرم التونسي ده كان حال نقابه جمعيه المؤلفين والملحنين قبل انشائها. كان بيرم التونسي كتب زجل مهم جدا في شطر بيت منه، كان بيقول والكلب المؤلف ياكل مره واحده من فمه الجميل. هو كان دي الكلمه اللي استخدمها مع الاحترام والتقدير، انما هو كان حاسس بالمراره ازاي المنتج بيكسب والناس والمعلنين بيكسبوا والقنوات اللي بتعلن والمحطات الاذاعيه اللي بتعلن بيستفيدوا من وراء هذا الكلام، وهو كمبدع ياكل مره واحده من فمه الجميل. استاذ ماطي توفيق رئيس جمعيه فناني مصر، جمعيه فناني مصر، بس هم غيروا اسمه قريب، ده السبب اللي انا عندي مشكله. فناني مقبول. ماشي. بين فنانين مهمين ومؤثرين فنانين لما انتوا
هنا بيبقى في فراغ، هنا في جمعيه تعبر عن فنان اقترح الابتسام وزياده الجمعيه علشان تسد الثغره اللي موجوده اليوم في كيان رسمي هو اللي بيمثل كل فنان الاداء في مصر يرتبط به هذا الحق، وان شاء الله يعمل على تنفيذه بمساعده الجهات المعنيه. احنا نسينا نفرح الناس، نسينا بعد الصمت الطويل ده كل الناس نحط كلمه النهايه زي المخرج الجميل اللي فكرت ان شاء الله، وعشان تتسهل المساله يعني فنان الاداء لما النهارده ياخد حق الاداء العالمي، طب فنان الاداء وابنائهم في الجماهير هياخدوا حق الاداء دي مساله ليست متعلقه بالذكاء او بحسب تقييم الحقوق، يعني ستستثمر ستستغل في حاجات كثيره جدا في صناديق برضه الاتحاد هيعمل عنده خطه عشان يقدر يبعت المستحقات بشكل ايجابي لحاجات كثيره جدا. ارجو ان احنا ان شاء الله توصياتكم اللي بعطيها الدكتور الساده المفاضل والصمام ان احنا نكون بذله ونواه نستند عليها بقى في تطبيق ان شاء الله النصوص الكريمه اللي هتتشرح. كده سمعنا وجهه نظر اتحاد النقابات الفنيه، سمعنا وجهه نظر جمعيه اهليه بتمثل ابناء فناني مصر اللي هم ظلموا ظلم كبير جدا لان كانت القوانين غير كافيه في ذلك الوقت، وكانت قوانين حديثه كنا عرفنا ان قانون حق المؤلف اساسا صدر اول مره سنه 1954، كان قبل كده كان اجتهادات من القضاء في التاكيد عليه وحمايه الفنان الاداء وحمايه الفنانين بوجه عام، ويمكن من الحاجات اللطيفه جدا من اول ضحايا تطبيق قانون حق المؤلف في ذلك الوقت هو كانت السيده فاطمه رشدي، جابت الاستاذ احمد رامي وخليته يترجم لها مسرحيه ومثلتها، والخواجه الانجليزي اللي قال في المسرحيه رجع عليها وحكم عليها بغرامه 100 جنيه. دي قضيه مشهوره جدا اضربها مثل انه حتى الفنان زي الحاكم الاستاذ احمد رامي هذا العملاق الكبير كانت فكره التعدي على الحقوق مش وارده. وعندنا قضيه ثانيه مهمه جدا بتاعت المزني. استاذ المزني الاديب العظيم كان بيطلع روايات كتير منها انه الف فيلم سينما اسمه خفايا الدنيا، ومثل فيه ابراهيم رمزي ممثل دوله ابيض احمر كان هم دور الابطال، وشفت الفيلم في التلفزيون مؤخرا يعني قعدت ادرسه 20 سنه لحد ما شفته، عمري ما كنت شفت الفيلم قبل كده. فالفيلم كان قصته لطيفه جدا ان المزني كان بيتفرج على في سينما في شارع عماد الدين ولقى اعلان عن فيلم خفايا الدنيا فدخل اتفرج عليه، كانت اول قصه اول مره بتتجسد في السينما المصريه البطل بيحب البطله، البطل عايز يتجوز البطله يقولوا له ما تنفعش لانها اختك، وبعدين يظهر راجل عجوز يقول له يا ابني مش اختك لا انت تقدر تتجوزها، كانت اول مره تطلع في الفيلم. فالاستاذ المزني عمل محضر في اسم الاسبكيه واتهم المؤلف ابراهيم رمزي اللي هو ابن عمك الاستاذ حسن رمزي محمد حسن رمزي، فاتهموا في انه سرق روايته ان هو نشرها في مجله شهر زاد مجلات انقرض سنه 34، وكان عباره عن انه كان بيسميها سر امي القصه اللي كتبها. المهم لما راحوا المحكمه حصلت مفارقه طريفه جدا، اللي كان بيترافع المزني اللي كان بيترافع قصاد الاستاذ ابراهيم رمزي، لما سالت اساتذتنا الكبار واللي سبقونا مين ابراهيم رمزي ما كنتش اعرفه، قالوا لي لا هو شخص من اصول اجنبيه وكان بيجيب 8 لغات، كنا لما بنحب نعمل اي تمثيليه او فيلم او نمثل حاجه كنا نروح له دايما عنده حاجه مترجمه او حاجه مؤلفه هو جاهز عنده، وكان بيدهلنا نمثلها ببلاش. فالمهم انه واللي قال لي المعلومه دي الاستاذ رأفت النيل عشان برضه يبقى تنسب لصاحبه رحمه الله عليه. فالمهم انه الفيلم بعد كده راحت القضيه قدام القضاء، فالقضاء كان القضاء كانوا اجانب معظمهم، فالقاضي قال ليس في مصر من يؤلف فالكل يترجم، وجه عند المزني وقال حتى المزني اللي بيقول ان هو الف الروايه هو كاتب في اخر الصفحه في مجله شهر زاد هذه القصه رواها لي زميل في الدراسه ضخم الجثه اسمه محمد، قال المؤلف بتاعها محمد زميله في المدرسه يعني مش هو اللي الفها. فالحقيقه كان في نوع من الطرافه في القاضي وهو بيرفض القضيه، ان كان في نوع من الاستعلاء والاستكثار على المخ المصري ان هو يالف.
وعندنا قصه برضو مش هطول على حضراتكم، هي جيهان حافظ كانت بتلحن مزيكا، غير انها كانت بتمثل وغير انها كانت بتعمل حاجات كتير، انما كانت ملحنه للموسيقى. فهي لحنت تانجو فالس، وجت شركه كولومبيا بيكتشرز اتعاقدت معاها وعملت لها اسطوانات. وبعد ما ظهرت الاسطوانات وجدت ان الاسطوانات فيها تعديل في المزيكا بتاعتها، فزعلت جدا ورفعت دعوه امام قضاء الاختلاط، وقالت ان هم كده اعتدوا على حقي الادبي كمؤلفه لا يملكون التعديل. فالمخرج اللي هو المنتج الاجنبي جه وقال لا والله انا عملت تعديلات في النحو ليتلائم مع السوق الاوروبي والا مش هعرف ابيع. فالمحكمه حكمت انه من حق المنتج انه يعدل للنزول على اعتبارات السوق. الحكم ده بندرسه في العالم كله انه منتهى الافتئات على حق الملحنه، لانه اهدار للحق الادبي، وفي نفس الوقت بنقول انه كان فكره الاستعمار ما زالت سائده. يمكن نسمع دلوقتي راي نقيب المهن السينمائيه الاستاذ المخرج الكبير مسعد فؤاد. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. انا بشكر حضراتكم الحرص على الحضور، بشكر المنصه، وانا عندي امل ان شاء الله ان الجزء اللي جايه واللي بعديها بعد كده مجموعه من الدوائر الايقاع الممتاز اللي في الامر جد خطير يعني. تم دور اساتذه ورواد بذلوا جهود كبير في اولا تاسيس القانون اللي هو 54 والتعديلات و واشكرك يا دكتور حسام على دخلك واستمرارك في مسيره الاعضاء الراحل استاذنا محمود لطفي، لانه اللي بره مش حاسس بالحكايه. انا لما اشتغل في العمل النقابي لما كنت ببص على الحكايه لا ايه الحمايه يعني ايه يعني موضوعنا مش لازمنا ومش مهم بالنسبه لنا. لما كنت بعد كده مارست العمل النقابي شفت زملاء ليا كبار رحمه الله عليهم واوصالهم، الاقي يعني منهم الراحل الابراهيم عبد الرازق رحمه الله عليه كان في وسط الازمات تلاقيه جاي ومعاه فلوس فبقول له ايه، قال لي انا رحت الجمعيه على بعد خطوات من النقابه قالوا لي انت المبرر بتاعك كذا وكذا وكذا، فقيمه الحكايه واضحه. الجزء كمان اللي بيلمنا في كثير من الاحيان التعقيدات اللي رئاسه جهات الكتاب وكذا بتبقى تعقيدات صعبه نتيجه للي قال الدكتور ان انا بقعد مخي علشان مش عارف ان هي مظله حمايه ولا لابنائي، فبقعد مع المنتج اقعد اتكبد الكثير من المشاق عشان في النهايه اخد مبلغ انا شايفه انه كويس جدا بالنسبه لي، وكذلك فبكتب بقى تنازل عن كذا وحق كذا وكذا وكذا، منظومه من التنازلات بتتعمل كتيره، مع ان لو اتفقنا كمؤسسات هتتحل الازمه جدا وحضرتك هتاخد الجزء المناسب ليك في القانون، وانا كراجل مؤدي او زملائي ورا هناخد الجزء المناسب. اما بالنزول الدول العربيه بنبقى زعلانين قوي ان المغرب متقدمه جدا في السكه ومؤسسه جمعيات، طبعا الاليات ان المؤسسه مش اي مؤسسه هي اللي هتجمع وحقوق الاداء، وانا مؤسسات بسمات معينه متصله باستاسيون بره في فرنسا وغيرها من المؤسسات علشان بتبقى يعني صياغات بروتوكوليه معروفه. نروح الجزائر نفس الكلام، نفسنا كنا ان شاء الله ونحن طموحين في هذا لما نبقى ربما يمكن لما تبوأنا المؤسسات واجب علينا تاريخيا ان احنا نرد جميل لاساتذتنا وروادنا، واحنا كمان لما هنمشي هيبقى عندنا جيل بعد كده المفروض نحترم فينا ان احنا كافحنا وما نتخلاش عن الكفاح ده. انا برضو ان احنا نستغل ده في التعديلات القانون اللي ربما اصبحت الان مهمه جدا لانها بتواكب التطور التقني والتكنولوجي والتاريخي للمهنيين، فده هيبقى شيء كويس جدا في تعديلات القانون نصيبهم بيها، وارجو ان يكون هناك قوى مجتمع في الندوات وفي لقاءات اخرى. وكويس جدا اللي موجود معانا الاستاذ حسام صالح، لان مهم جدا ان احنا في شراكه. يعني يمكن الاستاذ عمر قال كلمه ان هناك مؤسسه ممكن على خلاف لان هي المنتجه، لا احنا عايزين نصل الى علاقه تكامل مش تنافس، علاقه تكامل، لان كلنا اسره في مجال واحد. شكرا يا سعد المعمول استاذ مسعد فؤاد. انا عايز برضه اقول ان هننتقل للاستاذ حسام صالح، وهو الحقيقه يعني مش لوحده النهارده،
لا احنا لما جينا نعدل القانون اللي بعد فيه ان فنان الاداء محميين باتفاقيه دوليه في سنه 1961 هي اتفاقيه روما. 1961 1961 يعني احنا بنتكلم على 60 سنه. الاتفاقيه دي موجوده. اثنين، مصر مؤخرا انتهت من دراسات الانضمام لاتفاقيه روما لانها تلتزم طبقا لاحكام اتفاق تريبس انها تكفل حمايه لفنان الاداء. جينا نعمل مشروع قانون سنة 2001 هي استطعنا رأي المنتجين في ذلك الوقت، فكان أكبر منتج موجود ساعتها كان روتانا وإي آرشي. فسألناهم وكان في جود نيوز موجودين، والتلاتة الحقيقة قالوا ما دام حاجة فيها فايدة للفنانين إحنا موافقين عليها. والأمير وليد بن طلال قال ما دام فيها خير لمصر أنا موافق عليها. الشيخ صالح كامل قال نفس الحكاية. ومؤخرا احنا عندنا استحواذ كان مهم جدا، انه في احد الصناديق السياديه المصريه اللي هي بتضمن في مصر زي ما بنشوف النهارده موجوده في اماكن كثيره جدا في مصر، انها استحوذت على جزء من شركه فيلم كلينيك للاستاذ محمد حفظي. والحقيقه كان شرط من الشروط الرئيسه في الشراكه سداد حقوق فناني الاداء. والاستاذ محمد حفظي ساعتها قال انا بدفع لما بشتغل بره، مش معقول اني اشتغل جوه ما ادفعش، انا مش لاقي منطق في الرفض. والحقيقه احنا عندنا فرصه جيده جدا ان احنا نقول ان احنا مش بنخترع حاجه جديده. اولا الحق موجود في سنه 1960 دوليا، الحق موجود في القانون المصري بالفعل في سنه 2002. الجديد في التعديل ان احنا هنعدل حاجه واحده فقط، انه لا يشترط ان اطلب ان احصل على الحق في العقد، ولكن هذا العقد هذا الحق مصدره القانون. يبقى زي ما المؤلف بياخد حقه من القانون، والملحن بياخد حقه من القانون، والمخرج بياخد حقه من القانون، فنان الاداء ياخد حقه من القانون. يا ترى راي المهندس الاستاذ حسام صالح صديقنا العزيز ايه؟ بتاعته، لان انا ده ما هوش بند
جديد عليا او بند انا بستخدمه استحداث القانون مثلا قدامي، لا هو بند انا بشتغل عليه في كل المناحي. احنا ست بتشتغل في مجالات مختلفه، فانا ماتش الكوره اللي بتذاع دلوقتي لكم، المسلسل على الشاشه لكم، السكتش على الديجيتال لكم، كل حاجه موجوده عندي لكم. فالحقوق دي انا بدفع ثمن حقوق كتير عشان احصل عليها. النهارده احنا كشركه متحده حصلنا على مثلا حقوق ان كل المصريين يقدروا يتفرجوا على ماتشات كاس العالم او تصفيات كاس العالم بدون مقابل. بدون مقابل ده انا دافع قصاده حقوق الفيفا فلوس كتير قوي عشان خاطر اقول اخد الحق ده، والحق ده بتاع شركتي اللي انا بقدر ان انا من خلاله ابيع الماتشات دي. وبالتالي انا لما يطلب مني ايه الف ب ج اكس واي حقوق الثابت هو ان انا احترامنا لكل المؤسسات اللي موجوده على المساحه الفنيه بتخلينا نقول انا بدي حقوق لاصحابها، لان انا بستفيد من هذه الاعمال لما بشتغل بيها، والاعمال دي بتباع وبتبقى موجوده في العالم وتملا العالم العربي يعني في كل الانحاء. واحنا ابتدينا نخش في بعض الحاجات اللي هي المستحدثه، لان القانون واحد في سنه 61 ما كانش شايف الديجيتال، يعني احنا دلوقتي بنقول بنتمنى ان القاعده تكون ممتلئه. انا ما اعرفش في كم واحد بيتفرج علينا اونلاين دلوقتي، لو انا عارف في كم واحد بيتفرج علينا اونلاين قد يكون القاعه دي فاضيه خالص، وفي 400 بيتفرجوا عليا اونلاين دول كفايه عليا. ففي الاول وفي الاخر انا التقدم اللي بيحصل بيخلينا دايما محتاجين ان احنا نحدث من قوانيننا، نحدث من الياتنا، ونحدث من الطريقه اللي احنا بنفهم بيها الحكايه، لان الادوات بقت كتير قوي، الادوات ما بقتش سهله، ما بقتش زي زمان هو سطر بيتكتب وخلاص انتهينا. يعني على ذكر الديجيتال، انا في حقوق الديجيتال في اعمال كتيره في العقد بتاعي حقوق الديجيتال حوالي صفحه ونص، في حين ان الحقوق الثانيه هي سطر، يعني بقيه الحقوق الاخرى سطر او سطرين. حقوق الديجيتال دلوقتي بقت صفحه ونص، واعتقد انها هتفيد، لان حقوق الديجيتال بقت كتير قوي وبقت مناحي كتير قوي، وبقت كل حاجه ليها حاله وكل حاجه ليها تخصيصه، فبتاخد كل واحده لوحدها واتكلم عليها لوحدها عشان خاطر ادي الناس هو زي ما هو مطلوب. لما ما بيكونش في قانون بينص صراحه على حاجات بيبقى الموضوع اجتهادي، ولما بيبقى الموضوع اجتهادي بتحصل المنازعات، وبتحصل ان الناس بتبقى واقفه قصاد بعض، وكل واحد يعني ممكن يكون الطرفين مش متاكدين انهم كل واحد متاكد، كل واحد متاكد بنسبه معينه. الدكتور حسام كان في الحاجات اللي انا بقولها دي، رجال القانون بيحبوا الحاجات القطعيه شويه. فاحنا بنتكلم على ان دائما ابدا انا لو ما فيش نص زي اي حته في الدنيا، زي ما حضرتك قلت كلمه تاني، الشركات عندها اداره قانونيه، الاداره القانونيه بترجع تبص في القانون وتبص ما يشجعه القانون، مين اللي من حقه ياخد الفلوس دي؟ لو ما عندوش صراحه نص بيقول له مش هينفذ، حتى لو كل اصحاب الشركه عايزين ينفذوا، طالما لا يوجد نص صريح ما يقدرش ينفذ. ليه؟ لانه في الاخر مرتبط براجل مالي قاعد وراه بيقول له انت اديت الفلوس دي للناس دول ليه؟ فيقول له انا اديت الفلوس دي للناس دول عشان خاطر عامل معاهم اتفاقيه، او في نص القانون بيقول ان انا هعمل حاجه فلانيه. عشان كده احنا يعني كشركه متحده دخلنا في بعض البروتوكولات والاتفاقيات مع النقابات المختلفه، عشان في حاجات مش موجوده في القانون، فانا لازم عندي اتفاقيه اللي احنا بنسميها اطار متحرك جواه، انها في الاخر هو اطار ما هوش ملزم للطرفين غير الالتزام الادبي، واظن ان انا في مكان كلنا عارفين يعني الالتزام الادبي. انما في اماكن اخرى بيقول لك ماليش دعوه بالالتزام الادبي، اديني نص قانوني بيقول الحقوق هي مصدرها كذا.
الحاجه اللي باكد عليها عشان ما اطولش على حضراتكم ان اللي انا اعرفه عني وعن زملاء كتير موجودين في السوق في الوقت الحالي الجميع بيؤكد على موضوع الحقوق، الجميع بيؤكد على ان في الاداء هو امر قد يكون تاخر ان يكون مقنن، انما ما فيش حد معترض على ان هو ده يكون موجود، واظن ان في اللقاءات اللي عملتها النقابات المختلفه معانا في الشركه ومع الاستاذ حسن عبد الله في مجلس الاداره عندنا كانت كلها بتقول ان احنا ملتزمين بياتي بيه القانون وملتزمين بالقانون المعروض حتى لو كان دخلت عليه بعض التعديلات قبل ما يطلع الهروب من المجلس. انا سعيد بكلام المهندس حسام صالح، وانا عارف ان ده رايي وعارف ان ده موقف الشركه المتحده، وانا رايي شخصيا ده رايي الغربي كانت كراجل قانوني بقول لحضراتكم عاده الحقوق بتؤخذ بنص القانون زي ما مدارس الطلبه في اولى كليه الحقوق ان الحق مصدره القانون، اذا اردت ان تحصل على حق لا تاخذه بدراعك تاخذه بنص في القانون، ولهذا السبب ان تختلف انا وشخص اخر نعمل ايه؟ بنرجع للقاضي، لان القاضي هو الذي يعلم القانون وهو الذي يطبق القانون. فاذا كنا مرجعيتنا هي القانون في دوله القانون يبقى احنا ما عندناش مشكله خالص. كل اللي الناس عليه في هذه الندره ان احنا ننقل رساله ايجابيه للمجتمع كله ان احنا كلنا شركاء في الابداع، وكلنا انا شخصيا بدي راي قانوني انا بكتب عقد انا بشارك في الابداع بشكل مباشر، لان انا العقد بتاعي محمي حق المؤلف، ولو حد لقيته بياخد العقد بتاعي برفع عليه قضيه هو مش حد ياخد العقد بتاعي بدون ما تستاذني. اذا كنت انا بتكلم على مستوى عقد بكتبه لا بتكلم كمان على مستوى تاليف تلحين. طب اذا كان القانون المصري من سنة 1954 بيحمي حق المؤلف وبيعتبر المخرج مؤلف وكاتب السيناريو مؤلف وكاتب الحوار مؤلف وكاتب المعالجة السينمائية مؤلف وكاتب القصة الأصلية المستخدة المأخوذ منها الفيلم أو المسلسل مؤلف، يبقى إيه المشكلة؟ إحنا بنضيف مجموعة من الحقوق كل فترة، وبعدين إحنا عندنا إلى جوار الحقوق اللي مصدرها القانون في حقوق مصدرها العقد زي حقوق الرعاية سبونسر باي اللي بتسمعوها دي، حقوق الرعاية دي مصدرها العقد. دي بتسمى عندنا في القانون حقوق مجاورة لحق المؤلف. إن شركة كذا بتاخد رعاية برنامج، بتاخد رعاية فيلم، رعاية مسلسل، رعاية احتفالية معينة بمبالغ ضخمة. تلاقي حقوق الرعاية بملايين الدولارات. طبعًا أهمية فكرة إن إحنا بنقنن الحقوق الآن لأن المصنفات الأول كنا بنصدر الفيلم ولو الفيلم ما اتصدرش محدش بيشوفه. كانت نسختك موجودة في بيتك بتعينها في الدولاب وبعد كده بقيت تعمل توزيع داخلي للسينمات داخل مصر، وبعدين لو ربنا كرمك كده ولقيت موزع أجنبي أو موزع عربي شاطر أو موزع مصري عنده خبرة يبدأ يوزع لك في البلاد العربية، بلد ما بيرفعش نسخة ما بتروحش، ما بتشوفش الفيلم، يقول لك لا الحقيقة ما شفتوش، ما جناش. إنما دلوقتي في منصات إلكترونية، في بلاك فورس يتحط عليها مسلسل من هنا العالم كله 4 مليار بيشوفوها في وقت واحد، لو حد لو حد 4 مليار كونكت في الانترنت ويفتحوا في وقت واحد هيشوفوا المسلسل كامل، هيشوفوا المصنف كامل. هقول لكم على سبيل الطرفه، انا بستقبل متدربين في مكتبي للمحاماه من دول العالم كلها، وبندرب بالانجليزي والفرنساوي والاسباني والعربي. فجبت مجموعه من الصين. فالمهم كانوا بيتدربوا باللغه الانجليزيه. بعدين وجدنا عندنا مشكله كل ما نيجي نبعت حاجه بالايميل ترجع. عندنا مشكله كبيره استدعينا المهندس ايه المشكله في السيرفر. فطلع ان واحد من المتدربين بيتفرج على مسلسل صيني فاتحه عندنا في المكتب، فهو اللي عامل مشكله في النت كلها. طبعا خد انذار كارت اصفر واعتذر وقال مش هيعملها تاني، انما هو شعب الحليم انه عايز يسمع اللغه الصينيه انه كان قاعد في مصر ما بيعرفش عليه. يعني شوفوا الفن بيأثر قد ايه. وبعد كده لما بنيجي نتكلم على فنان الاداء نبقى عارفين ان السيده ام كلثوم اول واحده فرضت حقوق فنان الاداء وبدات تفرض على اذاعه ام كلثوم فعلها في الشهر مبلغ معين، كل حفله بتعمل كذا. الاذاعه المصريه ما بتنسى اغانيها حتى على الموجات العاديه بتدفع لها فلوس، كانت بتاخد ملكيه التسجيلات السمعيه البصريه، اتفقت مع التلفزيون اللي هي بتنتجها على حسابها لا
لكن حسب قيمه موهبتها وقيمه العائد اللي هيحصل منها. هي ورثتها هم حوالي 263 واحد لحد دلوقتي بياخدوا فلوس كتير جدا من هذا المبلغ. يعني ممكن نقول من سنه 2010 ل 2021 حجم الحقوق اللي حققتها مبيعات اغاني السيده ام كلثوم 168 مليون جنيه مصري. حاجه تخوف مش كده؟ حاجه تخوف. يعني شوفوا قد ايه المصنف ممكن يكون ناجح وبيجيب فلوس. طب انا باخد فلوسي منين؟ ما باخدهاش من مدرك خالص. عشان كده الاستاذ حسام صالح الامير وليد بن طلال والشيخ صالح كامل رحمه الله عليه وهديل من بعده اكدت نفس الفكره وقالوا احنا هندفع حقوق المؤلفين. مش هم اللي هيدفعوا، اللي بيدفع هو المعلن والقناه الفضائيه. يعني انا بروح للمنتج بشتري الفيلم ده ب 10,000 جنيه. حق استغلال لمده سنه او حق استغلال لمده بثه واحده فقط. لما بحطه عندي على البلاتفورم ببتدي احط عليه اعلانات. في اعلانات اسمها ومضه العين. انك تعمل كده بس، يقول لك انت يمكن اسكيب الاعلان اذا عملت البتاع دي في 30 ثانيه. هو باعك في 30 ثانيه دول، انت بتباع بمبلغ انك شفت الاعلان. وقال لك من حقك بس هو اتباعك خلاص. يعني دايما في قاعده عندنا اذا كان المنتج متاح مجانا زي اللي موجود على الانترنت اعرف انك انت السلعه. انت اللي بتتباع مش هو. فاللي بيتباع هيدفع فلوس هو اللي بيدفع للمعلن والمعلن بيستفيد فبيبقى سهل جدا في الانفاق على الفيلم. فلهذا السبب لما اتفرجوا على افلام اجنبيه جيمس بوند مثلا لما رحت حضرت تصوير فيلم من افلامه وقابلت كل الكاست اللي كان بيشتغل والمنتجين والكلام ده فكانوا بيقولوا مبالغ خرافيه صافيه. بس يقول لك احنا سبونسرد باي، يعني كان الناس هدف عنا 30 مليون دولار للفيلم. وبعدين بيتفقوا مع الفنانين ما بيدوهوش اجر، بيديله نسبه من عائدات شباك التذاكر داخل ولاد تحت لما جه مش في الكاري. فالفيلم تلاقيه حقق في اليوم الاول 10 مليون دولار. كل واحد من الفنان الاداء الرئيسيين اللي لعب دور كبير بياخدوا جزء من العائدات. كل واحد بيجتهد، كل واحد بيقبل الشغل، بيبص للنص ما بيبصش للفلوس اللي هياخدها كام. ما بيضيعش وقت كتير انك تلاقي ان فنانين احتجبوا على الشاشه لفتره طويله لان هم مش طالبين 20 مليون. حد بيديهم 20 مليون فمش عايز ينقص قرش سعر فما يتعرفش عنه ان هو رخص. صار كل ما يكبر يبقى تمسكه بالرقم اكتر. كل الكلام ده هينتهي سواء دلوقتي وهينتهي بعدين لان الحقوق مصدرها القانون وان احنا الحق هنبدو من القانون واللي هيدفعه هو الجمهور. الجمهور اللي بيدفع للمنتج بيدفع للفنان الاداء هيدفع ايضا لكل واحد له حق ان في ناس ما وردتش في القانون. يعني المونتير مش وارد في القانون بياخد فلوس مش كده؟ اللي بيشيل السلم واللي بيشيل الديكور هو بياخد فلوس. ليه؟ لانه بياخدها بموجب عقد. ليه؟ لان المنتج ما يقدرش يعمل الفيلم من غير ما يستعين بهؤلاء. فتلاقي الفيلم خلص وتلاقي 40 50 اسم طالعين ان دول اشتغلوا في الفيلم وكل واحد فيهم واحد فلوس. فمش منطقي ان احنا كل دول اللي احنا مش عارفينهم اللي بنسيب صمت العرض اول ما بتكتب كلمه النهايه ونخرج يبقى الشاشه بتتنها مليانه باسماء كتير لمده ثلاث دقائق عمرنا ما نعرف عنهم حاجه. اسلوبهم قبض ومش زعلانين انهم قبضوا فلوسهم. فهديكم مثال لطيف جدا انه انا من حوالي اربع سنوات لا مش اربعه ممكن يكون خمسه سته سبعه كلمني حد من المانيا وقال لي احنا بننتج فيلم عن السيده ام كلثوم اسمه سيتي في ام كلثوم البحث عن ام كلثوم. واحد بيدور على ام كلثوم بيروح بقى القريه بتاعتها قرية الزهايره. والحقيقه من الحاجات الغريبه جدا ان الفيلم ما اتصورش في مصر اتصور في تونس. فاللي بيتفرج على الفيلم بيلاقي بيه شكله معمول مترتب بطريقه مش شبيه في مصر. فتصور الفيلم في تونس. فكان في جزء من الفيلم ان هم هيسيعوا اغاني ام كلثوم هيطلعوها مع ال فامريكا عايزين خمس اغاني. فالمهم ان احنا اللي بياخد حق الاداء العالمي اللي بيدي حق الاداء العالمي هو جمعيه المؤلفين والملحنين المصريه من اكثر من 100 سنه. كانت الاول مكتب تحصيل ثم المكتب المصري لحق المؤلف ثم اصبحت جمعيه اهليه وفاتحه بيوت ناس كتير جدا انها بتجيب مبالغ ضخمه جدا. جمعيه المؤلفين والملحنين والناشرين. هذه الجمعيه بتدفع حقوق منها. والحقيقه الفيلم طلع وظهر 20 30 واحد رصدوا الخواجه الالماني وقالوا له احنا اصحاب الحقوق على اغاني ام كلثوم واحنا اللي بندفع لنا انت دفعت غلط لجمعيه المؤلفين. فالراجل رجع لي بجواب طويل عريض انا وثقت فيه وانا سالت عليه كل الناس قالوا لي عنك في الاخر ورطتني ده انا صورت فيلم.
قلت له لا من احكام قانونيه اهو، طلع راي قانوني بخدمه، قلت له انا مسؤول او رافع عنك قضيه. الطريق كده انا ما شفتش فيلم لحد دلوقتي، بس قابلت ثلاثه اربعه من اصحابي في سويسرا قالوا لي ان هم شافوا الفيلم، وهو عامل لي اكنولجمنت كليرنس اوف كوبي رايت دكتور حسام لطفي، والحمد لله ما ترفعش عليه قضيه من 10 سنوات. بس الفكره شوفوا اهميه الراجل الالماني، انه عايز يتاكد ان هو خد الحق من صاحبه وانه دفع حقوق قبل ما يبدا الفيلم. دفع دور هياخد اغنيه ايه وبتاعت مين، والجمعيه المؤلفين قالت له قال الاغاني اللي فات عليها 50 سنه على وفاه مؤلفها المؤلف والملحن يبقى تاخدها ببلاش، فخد اغنيتين ببلاش ودفع في خمس اغاني مبلغ معين من المال. الفلوس دي راحت بعد خصم مصروفات الاداره اللي هي كلام زاهد جدا للمؤلف والملحن، صاروا روح ليه. انا كنت سعيد ورث ابراهيم نادي لما باجي التقي بيهم بيقول لي احنا مطلوبين من ايرادات الاطفال لحد دلوقتي، يعني ابوهم ساب لهم حاجه كبيره قوي. كان استاذنا مامون الشناوي كان دايما والدي رحمه الله عليه كان دايما يكرر لبناته واولاده يقول لهم ابوك ساب لكم عزبه اسمها حكايه برامج، فبيجيب مبلغ ضخم جدا. فطبعا احنا بنتصور على ان ده عائد متجدد بيحمي جيل اثنين ان شاء الله المده دي تحت تبقى 70 سنه بعد الوفاه، هيحمي ثلاث اجيال بعد الوفاه. نفتح باب الملاحظات الاول. القانون الحالي موجود في نص صريح، لان احنا نفذنا اتفاقيه تريبس اللي هي منظمه العالميه، المنظمه العالميه للكتف الفكريه اشترطت علينا عشان ننضم للمنظمه العالميه للكتف الفكريه ان احنا نحمي حقوق فنان الاداء. التعديل الوحيد هو انه موجود ان من فنان الاداء له حق ادبي وله حق مالي. الحق الادبي على صوته ما يستخدمش في اعلان، ما يستخدمش في السياق، وفي نفس الوقت عنده حق مالي على كل مره بتكرار الاذاعه. حط الجمله واحده بضغط من غرفه الصناعه الصينيه في ذلك الوقت اذا اتفق على ذلك. الجمله دي هتتشال خلاص، يبقى من غير ما يتفق هو بياخد الحق من مصدره القانوني. والنهارده مثلا انتوا اول ناس تعرفوا مثلا كان في اعلان نزل في رمضان للاستاذ احمد عبد العزيز والاستاذ هادي الجيار رحمه الله عليه، وعملوا اعلان لحلواني الاقوار. عملوا تغيير دلوقتي في التكنولوجي ان هو بيعمل يقول له انت كلت البسبوسه لوحدك حاجات كده وجبتها منين؟ المهم اترفعت قضيه النهارده حكم بإدانة الاقوار ب 800,000 جنيه تعويض. طبعا هنستأنف المبلغ ده ان شاء الله يطلع لمليون لمجرد ان هم خدوا 15 سنه من مسلسل وفاء سالم لسه واخده الاستاذ الطماطي كسبان قضيه خدت 500,000 جنيه. خدت 500,000 جنيه في اول درجه وان شاء الله تاخد اكثر منهم في ثاني درجه، ان هم جابوا جمله صغيره هو كان عايز كبريت فبتقول له كبريت للالماني فاستعملوها في اعلان تجاري. حكم بتعويض 500,000 جنيه. يعني ما بروح للمحاكم التعويضات بتبقى هائله. طب ليه ما ناخدش الحق من اصحابه؟ ونسهل على نفسنا. نفتح باب النقاش لو حد من حضراتكم يقول الاسم ويقول السؤال. اتفضل استاذ مسعد هيستاذننا بس عشان عنده كوسكا بتاع الافلام. شكرا. اتفضل. نبدا باستاذ حضرتك وبعدين استاذ زياد الطويل. اتفضل يا فندم. لو في ميكروفون بس بنجمعها ولا ندي الميكروفون من عندنا؟ طب حضرتك لو تدربت عليه لو اتكلم. عشان بس في تسجيل. او على الفوديوم هنا لو حضرتك. لا عشان بس التسجيل عشان لازم نشوف حضرتك على النت. عشان الجمهور الكبير اللي بيتابع حضرتك دلوقتي بيتابع الندوه هيبقوا سعداء ان هم يشوفوا السائل والمسؤول. مين هو أول
جيل اللي هم هيساعد. حضرتك انا قلت على السؤال استحضره مره ثانيه، اللي هيدفع الفلوس الذي يقوم بالعرض العلني، يعني بارك اللي هتدفع محطه التلفزيون البلاتفورم المصر المنتج مش هيدفع ملايين من ايه؟ قال فكان يجي يتفق في العقد ان ده الحق في ان يتبلغ على كذا عند كل عمليه. بكره دي لو اتلغت هيبقى الحق مصدره القانون، فهيحصلوا زي ما الباقيين بياخدوا حقوقهم من اصحابهم. هل القانون هيتكلم على اللي جاي ولا اللي فات؟ ولا اللي فات دي مثلا هياخدوا حاجه ان هم هو لازم يفهم؟ السؤال جاي زي ما انت بتسال. احنا عندنا موضوع بندرسه دايما اسم تنازع القوانين من نفس الزمان. اذا صدر القانون الجديد ينطبق على ايه؟ بعض الناس طبعا يفهم ان القانون ما ينطبق الان على واحد من اسبوعين يبقى انطبق باثر رجعي. لا، هو بينطبق باثر فوري ومباشر من الان. اللي هيجي لسه هيفهم. مالناش دعوه بقى المحتوى ده اتعمل سنه كام، لان القانون هنا بينطبق بحاجه اسمها اثر فوري ومباشر. الاثر الرجعي ان اقول ان بهيج جهان حافظ تقبض وهي ماشي مش موجوده وما لهاش حد. استيفان روسي، استيفان روسي مش بيسجل في جامعه مؤلفين مؤلف ولا ملحن؟ مش عارف الحقيقه. اعتقد ان هو كان ملحن. ولا مؤلف؟ متاكد. عندنا استيفان روسي ما فيش ورقه. فليه فلوس بتتحصل حتى الان هذا الراجل؟ محطوطة في صندوق المعاشات في جمعية المؤلفين. فإحنا في ناس بيموتوا وما لهمش ورثة. اللي إحنا بنتكلم عنه دلوقتي مش بنتكلم على طائفة بعينها خالص. إحنا بنقول القاعدة العامة في قانون من قوانين البلد هيصدر في بلد بحجم مصر، حقوق مصر، بيقول إن النص القيد اللي موضوع في قانون 2002 اللي معمول من أكثر من ربع قرن هيتشال. يجب إن المؤلف، يجب إن فنان الآلات يشترط ذلك في العمل. هذا الكتاب هيتلغي. فالفنان هنا هياخد القانون من الحق، هياخد حقه من القانون مباشره. وتطبيق القانون دي مش مهمتنا، مش احنا اللي بنطبق القانون. في جمعيات اهليه هتجري ورا تطبيق القانون، في شرطه، في قضاء بيترفع امامه الدعاوى، انما في كل الاحوال المنتج مش هيدفع ولا مليم. المنتج هيستفيد استفاده كبيره جدا، لان الممثل لما هيقعد معايا يتكلم مش هيقعد يقول له بقى عايز 10 مليون و15 مليون وعايز 1000 و 100000 دولار، لانه عارف انه مجرد ما هيطلع المسلسل بتاعه ويتشاف ال 10 هياخد من كل واحد جنيه يبقى خد 10 جنيه. يبقى هيبقى له مصلحه انه يطلع على الشاشه، مش هيبقى له مصلحه انه يخدم نفسه عشان يعزز نفسه عشان ياخد مبلغ اكبر، لانه عارف انه هياخد مره واحده من زمن جميل. ده لازم يتفهم، وده هيؤدي الى حمايه الابداع، وهيؤدي الى تحفيز الابداع، هيأثر ايجابي كبير جدا. وده سبب ان احنا داعيين عايزين توجبه، يبقوا حاضرين. نقابات مهنيه بتكون مش هتأثر علينا، جمعيات اهليه بتكون مش هتأثر علينا. استاذ حسام صالح عن شركه كبيره جدا، انا صلحت رايي شركتين كبار اللي هم روتانا واي ار تي من 15 سنه وهم واقفين جدا، ودي نيوز عماد قديم قايل لي شخصيا انا موافق وهدفع. الدوله حكومه مصر وقوتها كلها ما استحوذت على حصه حاكمه في شركه فيلم كليك، اشترطت ان تسدد حقوق فنان الاداء. اشترطنا كده في العقد. فبمعنى ان في توجه الان، وعارفين كمان ان السيد الرئيس مؤخرا تدخل للهيئه العامه للتامين الصحي، اعطى التامين الصحي لجميع العاملين في القابات الفنيه اللي هم اعضاء القابات الفنيه. كلهم خدوا التامين الصحي فبيتعالجوا داخل مصر وخارجها على حساب الدوله. زي ما كنا عاملين، ده مش مشروع تأمين صحي قديم، لا ده المشروع الجديد اللي هو دلوقتي بدا تطبيقه على المحافظات البعيده هي زي اسوان والاقصر، وبدا يدخل على مصر. فالرئيس الجمهوريه فضل مشكورا وقال هنستثني الفنانين التشكيليين السنين السينيين
ثلاث سنين هم مستنيين من النص القانوني من ان هم يستنوا دورهم من المحافظات ايه هيخشوا على طول وده حصل القرار الاسبوع اللي فات ده تولد الهجوم مش انا اللي بعمله ده الدوله دلوقتي كاتب كتاب بالنسبه لا لا ده التفاصيل يا فندم انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا لا وقت عن كده وإيه؟ ممكن إن أنا عشان ده يلعب معاه عارف إن أنا ممكن أنا ممكن أنا ممكن حضرتك لو عندك شقة في عندي القانون بحق الإيجار، القانون بيقول الشقة مملوكة ليك، هل بيقول ده أنا كام؟ ولا بيسيبك أنت في قاعة عقد الطلاق؟ بس نفس الفكرة، إحنا بقى بنعمل إيه عشان الفنانين ما يبقوش عندهم مشاكل؟ في جمعيات أهلية تتولى هذا الامر تعمل تعريفه محدده مثلا في الاداء العالي للموسيقى مثلا 7000 7 جنيه من كل 1000 جنيه صوروا مبلغ زي كده ليه؟ بس هذا المبلغ مع التكرار والتكاسل بس الموسيقى بيعمل الافات وملايين يعني الملايين المؤلفين محصله حوالي 25 مليون السنه دي توزعت على الاعضاء من 7000 تمام؟ اتفضل استاذ زياد كل التفضل مختلف الموسيقى فكره رفض كل الجهات ان انا مش حق حقي اذا كنت دفعت الحق اللي عليا
اعتقد بعد انشاء الهيئه الموحده اللي احنا كلنا سعداء بانه تم اعداد مسوده قرار رئيس الجمهوريه لانشائها، واعتقد ان البوادر بتقول ان القادم احلى ان شاء الله. تفاءل. مين كان عنده سؤال؟ عنده سؤالين وبعد كده ننزل القناة. احنا جايين نشرح في القانون موجود يا فندم، في تعديل قانون، احنا جايين نعمله حوار مجتمعي نغطي سبيل القانون الجديد. يرد عليا فلوس حاولت اعرف فندم انت صح الحق بيقرا انت مخرج يعني سنه 54 سنه. احنا بنتكلم على الفنانين اللي هم الممثلين ولا عايزين ولا رقصين. ما بنتكلمش النهارده هنتكلم الندوه الجايه عن كتاب الدراما، بنتكلم عن مخرج ومنتج السناب. مش معقول. نعم؟ بدي اسمع هو انا على اي مواقع يوتيوب
وغيرها اذا لقيناها فيها مخالفه للحق الحقوق عندنا خدنا هذا الحق هيزودونا الجهاز او يناير اعمل هذه المساله مباشره ده مش ايجابي جدا جدا انما حضرتك دلوقتي لما تخش على اليوتيوب بتلاقي فين دعاء الكروان مقطع منه فين هنالك يا ماي تلاقي عليها 230,000 فولور ولا شافوه يعني ريفيور وتلاقي انه اللي جنبه اسمه جنب ام محمد دين ام محمد دول مجموعه من المعتزله ابن ياخد الافلام ويجيب الاصفار ويحطوها على اليوتيوب وبما ان مفيش حد صح حد بيعترض بتتسجن فلازم نصف الصفوف ما تطالبش الحق الا ما تكون مجهز نفسك انك تهاجم وتحصل عليه وطبعا اللي بيبقى معتاد عليه في المقام الاول في الحته دي المده اللي بتاعت الشريك بتاعك المده اللي هو مديه ابديه على الشريك الذي يملكه فانا هو اكبر واحد مطلوب في المده فالمفروض ان احنا نضع ايدينا في المده مش نتخانق على 7,000 لا احنا نجيب له فلوس اللي هي 93,953 في القلب هو ياخدهم واحنا ناخد 7,000 تمام؟ في حد كان في طلب ثالث فتاليك هم سؤالين بالنسبة للكوميكس اللي بيستعملوا فيها صور وفي بعض الأحيان توثيقة يعني مستندة طبعا القاهرة 30 مليون أنا البرامج بتنزل برضه وليك بعض مثلا هو البرنامج ده بيتشاف 100 مرة هل ده داخل مع الحقوق ولا لا؟ والكومنتس دي ارجع اعملها لان بيستغل صوره الكومنتس عن الناس. انا ببقى سامع بعض الموسيقى التهليل يعني هو ده بس يعني اللي بيتضايق. الحق الصوره حق منصوص عليه في القانون بسبب القانون 254 سنه 54 ده مالوش دعوه فنان يعني اي حد بيتاخد صور او بتنقطع من سياق استغل في اعلان تجاري او في غيره يستطيع ان يرجع على المتعدي. اذا كان فنان تاخد صور من افلام وتحطها وتستعملها كاعلانات. احنا كان في اعلان مؤخرا صلاح منصور سنه جميل حد مركز لعلاج العقم كان جاي بمشهد شهير جدا في الزوجه الثانيه ان هم بيتكلموا العيب منها ولا منه فيقولوا لا الاسئله اتحسنت دلوقتي التكنولوجيا في مركز كذا هتلاقي كل حد عملنا له انذار لا شال الاعلان فورا لان انا قلنا له احنا بنمثل صور صلاح منصور. لا يملك حق من وراء الكوبايه. فحضرتك من حقك تحط في الصوره وعندك حق بقى في استخدام فيما لم تخصص له. يعني مكان بيطلع فتح الاسري بيطلع بيبيع فول لشركه امريكانه اتمنع. اما انا شخصيا اي شركه انتاج انسانيه او لابس مش من حقك تستخدمي الشريك السينمائي في اعلانات تجاريه. انت لائم قانوني في استخدام الفيلم كفيلم. انما ما تقصصوش تحطه في افلام ما تقصصوش تحطه في اعلانات مش الحق لان هنا في الحاله دي انت ما بتستغلوش كفيل انت بتستغله كماده اعلاميه ليها فلوس تعود عليك بعائد جديد وما دام العائد الجديد ده موجود يبقى استاذ اصحابه بيدفع فيها فلوس زي اي حد حد وقت قد ايه لما قلت لهم ما تعملوش الاعلان ده؟ على بعض من الحاجات اللي لما ردوا على حضرتك ومنعوا انا بقول لحضرتك تجاري شخصيا لما تدخلت 24 ساعة يوتيوب يرد بعتهم مكتب في دبي يبعت لهم السبع مستغلات هو مثلا ما فيش مثلا تعويض ان هو يستغل هو مش تعويض هو بيجي لك اولا بيقول لك اللي انا خدت منه الحق هو فلان الفلاني كنت بحوله على حساب كذا وليه رصيد عندي 10 جنيه خد انما هو بيسيبك انت ترجع ليه هو راجل زي اكل شويه مش معقول كل واحد اجي اقول له انت مسؤول عن الشقه لا هو بيأجر شقه وبياخد فلوس بيطلب الساكن الوحش يسيب الساكن اللي بيدفع وانت بتاخد الجديد انما اللي بيدفع الفلوس على ما يجيبش هي الفعاليات سهل في اي حد عنده اي سؤال اول سؤال بقى ايه الخطوات عشان الناس تطمن يعني ايه اللي هنعمله من النهارده؟ سؤال وبعد كده نروح ونقفل ال القانون الاول يطلع يا جماعه القانون الاول يطلع احنا بنعمل دلوقتي ليه يا جماعه؟ ده حوار مجتمعي لجنه الثقافه والاعلام سنناقش الشهر القادم تعديل القانون. بنعمل حوار مجتمعي
القانون الجديد هيلغي البند الفلاني، يبقى بقى صار شر. هذا القانون لا لابد ان يظهر من اول يطلع، فاذا طلع القانون يبقى هيطبق باثر فوري ومباشر جدا واليات تطبيق. اللي بنعمله دلوقتي حاجه صحيه جدا زي في كل البلاد الاخرى، لكن كمان بالكتابه الفكريه عندنا في مجلس اعلى الصحافه الحقيقه انا مقررها، حريصين جدا ان هنجيب الناس ونسمع منهم. المره الجايه عشان لو حد بيقول في صناعه السينما برضه عشان في راي كمان، احنا مش بنتكلم، عايزين نسمع بعض ونعرف ان مفيش حد خسران، احنا كلنا كسبانين. اتفقنا؟ طب حضرتك في اتفضل دكتور اتفضل. دكتور مختار يونس استاذ في معهد الدكتور. وقت نسبة المبدعين للطفل ما زال يتعامل في التلفزيون في الاجهزة بنص سؤال، هل ده بيرجع للطفل؟ فالطفل ده حاجة صغيرة مش حاجة يعني زيه زي الكبير، ازاي يعني؟ هتعمل ازاي؟ الطفل اصعب من اللي بيعمل الكبار. انا كل اصدقائي اساتذة طب الاطفال في الجامعات المصرية دايما يقول لي انا اساتذة طب اطفال بس انا ما كملتش تعليم. عندنا انطباع ان الاطفال يبقى هو سن الطفوله. لا هو انا استاذ كبير جدا ده يعني واحد ما بيعرفش يقول عنه ليه اسمه. يبقى اشطر من الطبيب العادي. يعني كان عندك طبيب اطفال شاطر. طبيب بقى يقدر يشخص مرض مع حاجه ما بتتكلمش زي ده عادي الادويه كلها في الاطفال بيطريين. اللي بيتعاملوا مع الحيوانات ما بتعرفش تسمع فيها ايه؟ لان هم بيبقى عندهم ملكه التخيل والوصول للحلول اسرع. فطبعا يشتغل في مجال الطفل اكيد يمكن مجهود اضخم. واعتقد في نهايه المطاف مساله عرض طلب. يعني لما شركه زي نتفلكس دلوقتي داخله على السوق المصريه بقى فتره كل محتوى اطفال. عندنا ناس كتير دلوقتي عندها ضوابط عايزين يعملوا محتوى اطفال، احنا بقى 15 سنه ما بنعملش برامج اطفال. الحمد لله الاطفال بيتفرجوا على مسلسلات وافلام، بيفتحوا التلفزيونات، بيتفرجوا على كل حاجه. ما فيش عنده اي ضيق ولا شرط في اللي بيشوفه. انما احنا عندنا محتوى اطفال ان شاء الله نتصور انه بدا نتفلكس مرض مع ابا فهيته ونفذوا العقد وعمل انا عايز اتجوز، عمل منها سيفن جيم وبيفاوض دلوقتي مع اربعه من كبار المبدعين في الاطفال في مجال الاطفال والعرايس والكلام ده. فاعتقد هيبقى عندنا محتوى اطفال وبيدفعوا كويس. يعني بيدفعوا كويس يعني ابا فهيته خدت زي النجم اللي هو الكبار. في معهد عالي في فنون الطفل وفي حق الطفل في الحصه مليارين الدرهم، ده مش موجود يعني يناظر مع القبض الاعلاميين عشان يفتحوا المجال للاعمال الطفل. خلينا نعملها نجوى اخرى، احنا نجوينا النهارده حوار مجتمعي، هل سيتاثر المدن نتيجه سداد حقوق اداء علني للفنان الاداء؟ لو وصلنا لقناعة الآن، قناعة مهنية، قناعة إنجازية، وقناعة قانونية، إن ليس هناك أي عائق من الكلام. إن شاء الله الندوة اللي جاية هنتكلم عن حقوق فنان الدراما اللي هو المخرج وكابتن ستيفن فاجري. أنا مش عارف أتكلم مع حضرتك كله في الحكومة، مفيش حد عنده سؤال. اتفضل. أنا سعيد. هنا بس عشان نسمع منك. شكرا شكرا. استاذ ماضي عايز يتكلم برضه
عشان ما أستأثرش في حد. الواقع بعض الناس مجنون ان القانون الحالي ما عندهمش الحق او يدينا الحق ده بعد اذن حضرتك، ولكن في بعض منازعه قضائيه او خضوع لتفسير جهات معينه. احنا بنتكلم كجمعيه بنقول انا التفسير ليه ما بيروحش تجاه الفنان؟ احنا مع التعديلات وكيل جدا في مؤسسات الدوله انها لا ما عندناش مبرر، لكن انا بس بطمن الناس ان القانون الحالي يدينا الحق ده مش لسه هندور في مجال كتاب على حق الحق الموجود في القانون رقم 82000. لكن في نزاع على كلمه واحده احنا هنشيلها ان شاء الله في التعديلات المقدمه. ده الغلط ان احنا بنتكلم عن نشيل الكلمه دي عشان نقدر نحفظ الحق ده على طول او الجهاز نطبقه على طول عشان ما يحصلش نفس لكن هو هنا حق ثابت في القانون يا جماعه انا ما جمعتهوش عشان اقول لكم حاجه مش موجوده، انا مسؤول عن كلامي معاكم كل حته هذا الحق موجود، ولكن من 2002 فيه لبس في بعض التفسيرات لبعض الجهات. احنا معانا منازعات دي هندخل في منازعات طبيعيه مع الدوله؟ لا طبعا. ما ينفعش. لكن نحلها دلوقتي زي ما كان في تفضل وقال في بروتوكولات في اتفاقات وكان في تفاهمات وما زالت قائمه اظن احسن بيها برضه في المرحله اللي ان شاء الله. والموضوع ان احنا دايما بندور على الافضل على الاحسن على الفرص المرجحه على كل شيء كلمه يبقى نشيلها تعليمات هتدخل مجلس العمر ايه؟ طب وايه المجلس؟ احنا في صدورنا كتير مش هتيجي مش هترجع كمان فنشيلها عشان الاتباع علينا يكمل ويبقى يعني متاح. في اي حد من حضراتكم عايز سؤال قبل ما اكون 5 دقايق اتفضل. ان شاء الله لجنه
تصور الاعلام ستنظر في مشروع قانون، ثلاثه الجلسه العامه في مجلس النواب تصوت عليه، اذا حصل هيتنشر في جريده رسميه، هنرجع بقى للجمعيات الاهليه زي جمعيه ابناء فنان مصر وجمعيه دراما وجمعيه مؤلفين وملحنين. جمعيه مؤلفين وملحنين هي نمره واحد، عندها قاعده بيانات كامله للاغاني، مين المؤلف ومين الملحن من 100 سنه، وعامله اتفاقات تبادل توزيع من 100 سنه مع العالم كله. انما احنا عندنا في مجال الدراما لازم نعمل قاعده بيانات. كان قبل كده اتكلمنا مع نقابه الفنانين، نقابه الفنانين السينمائيه، ان احنا نعمل قاعده بيانات الافلام عشان لما نجمع الفلوس تكون تعود. احنا هياخدها مش الممثل الاول فقط، لا ده احنا هنمشي العدد غيرهم وليهم طرق في الحساب مع حاجات يعني في معايير دوليه موجوده، وهيبقى لها قواعد صارمه تماما وعندنا التصور الكامل ليها. فنبدا الاول ان انا بطمع من حضراتكم في ان انتم تدعمونا في مرحله الحوار المجتمعي الان يصدر القانون. اول ما يبقى عندنا ما يستدعي ان احنا نتكلم عنه بالتفصيل الفعلي، احنا هنعمل اتفاقات تبادل التفصيل مع جهات اجنبيه، وهنبدا كمرحله اولى مع العلم والحكومه والحكومه اللي عندها خبره سابقه بقى 100 سنه، وبعدين ننتقل لان احنا نبدا نعمل تبادل التفصيل مع جهات اجنبيه. وممكن عنده استعداد هو حركات البحث الاخرى عنده استعداد زي ما مره خليناه مره مع جمعيه المؤلفين والملحنين العهد وقتها متكلم هيجي مع جهه من المبدعين. الشطاره ان كل واحد يجي يقول انا بمثل كيان يبقى عنده قاعده بيانات لهذا الكيان. لان ما ينفعش ان انا اجي اقابل حد من حضراتكم يقول لي اي انتاج سينمائي قبل سنه 50 جاع فين ليا؟ مفيش. فيبقى لازم الاول نبدا نرتب الاوراق، نبدا نرتب اصحاب الحقوق، نبدا نقول الفلوس اللي تيجي حتى انا مستنيها لحد ما حضراتكم تعملوا شغل. فكل المطلوب من حضراتكم كمبدعين لكل واحد يوسع فنان او فنانه موجودين يبدا يحدد عدد افلامه، عدد المسلسلات، يبدا يحدد نسب الظهور فيها، يبدا عدد المشاهد وهل هو مصنف اجنبي ولا ايه ولا جيل، ونبدا نفرق الجروب بعدين. بس مهم جدا ان الجمعيات هذا السبب الاستاذ فؤاد طلب مساعدتي في الاول، قلت له انا متبرع ان انا اساعدكم كمستشار قانوني لجمعيته، مستشار قانوني لجمعيه المؤلفين والملحنين، وحريص تماما انه لازم تعملوا قاعده بيانات. تمام؟ عندنا في المقابل في ناس لسه ما عندهمش قاعده بيانات، عندنا مسلسلات ما لهاش قاعده بيانات. لازم نتفق مع المدربين يجيبوا القواعد البيانات بتاعت المسلسلات عشان يبتدي يشوف المسلسلات ويتوزع هو يتوزع ازاي. الافلام هيبقى سهل لان عدد الافلام في نهايه المطاف كلهم على بعضهم اقل من 3000. اول ما بدات السينما لحد دلوقتي اقل من 3000. يعني ما عندناش عدد ضخم زي ما انتم بتوصلوا ليه. دكتور احنا جاهزين لقاعده خلاص لو قاعده بيانات جاهزه الحق هيقرر هتاخد الفلوس حتى الصلاه جدا كويس وهناك عندنا احسن بنك في البنك الاهلي واحنا هي اهم حاجه قاعده بيانات جاهزه كمان نقابه الناس الدكتور مصعب هل انا عارفين فيه والفي كنت عارف اشرف حضرتك هيتم الاسبوع الجاي معانا عشان نضم الناس احنا مع معهد السينما اللي هيعملوها برضه برعايه حضرتك المستشار الرئيس المحافظه صار محرم ان احنا يعني ان شاء الله بعد النقابه بتاع جمعيه المؤلفين هيبقى في اتفاق معانا قريب ان شاء الله مع كل الجمعيات ان شاء الله هنعمل باذن الله كويس. لو حضراتكم الساده المتحدثين كل واحد من حق في الكلام لمن يقصد. اتفضل دكتور ماضي استاذ عمر بس اتفضل استاذ معاذ انت اتكلمت شويه استاذ معاذ. لا انا في انتظار خطوات الجمعيه هنعمل نتوه سعيد خلينا نشوف عشان الناس تطمن بس لا اهم شيء كده بس قرار عظيم جدا ملوش
في القطاع المصرية الأسبوع اللي فات، وهيلحقني المعاش حد أدنى معاش هيبقى 900 جنيه في الشهر، هيدفع عليه معاش كبير، يبقى أي واحد عضو في النقابة الفنية هياخد 1800 جنيه في الشهر. دي مبادرة رئاسية أيضا. ده خلاص المفروض تأمين الصحي طلع، التأمين الاجتماعي هو اللي في الطلع في الثقة، ومعالي وزيرة التضامن الاجتماعي القبال قالت إن مش هيبقى عدد فلوس يدفع الاسم، أنا هدخل في وزارة التضامن الاجتماعي وأدفع فلوس. اتفضل يا فندم. حضرتك قول اسمك وقول السؤال. كان أربع وهكذا اظن ان كل الناس اللي موجودين
بيشتغلوا في هذا المجال وعندهم حقوق طالما ان هم بيحاولوا يوجدوا حقوقهم تاني وهم اللي يدافعوا عنها وبيجوا وراها. انا يعني ممكن ادي حضرتك مثال ان انا مثلا في رمضان عندي فريق كبير جدا عدده يتجاوز المئات بيبقى شغلانته ان هو يقفل المواقع دي. وانا بتكلم على ان في اليوم بتقفل لك 1600 موقع 1800 موقع في اليوم. وهم ما بيزعلوش ان هم يتقفلوا ويصحوا الصبح من حته ثانيه يطلع لي وهكذا. ده هو في الاخر بيبيع اعلان ثمنه 5 جنيه وبيتكسب من القصه دي وبيطلع شويه فلوس معقوله بشكل معين. وفي ناس بتعملها هوايه كمان يعتبر ان هو بيعمل حاجه جميله للناس انه بيتفرجوا من الحاجه اللي بتفلوس ما بتفلوش. ف هنفضل طول عمرنا يعني كل من له حق بيجي ورا حقه وبيتابعه وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان خاطر الحق بتاعه ما يتسرقش. ازاي بالظبط ما انا ادفع ثمن حق ماتش كوره 10 مليون جنيه ولا الماتش بتاع الجنيه؟ طب طبيعي جدا ان انا هبقى بعمل كل المجهود اقدر عليه عشان خاطر الحاجه دي ما تنفعش طالما الحقوق بتاعتها مش عند الشخص ده. وهي دي اللي بتسبب بعض الخسائر في ناس كتير وممكن تكون قنوات شرعيه وتمام وتلاقيه بعد شويه بيعاني ماليا لان هو حقه بيتاكل من حواليه. هو اصلا مش بس عن يعني اسمح لي مش بس عن اصحاب الحقوق لا الحقوق عن الكل الحقوق عن سمعه الكتاب ويعني البند اللي كان بيتكلم عليه اللي كان بيتكلم اثنين القانون بفضل ان هو يشيله على فكره البند ده موجود كحمايه موجود لما اتحط التوكيد بتاعه كان محطوط حمايه لما لقينا ان تطبيقه بيجور على حقوق اخرى ابتدينا نقول طب لا يبقى لازم التشريع او المشرع يغير القانون عشان خاطر يحط لنا حاجه احنا نقدر كلنا نطبقها وما نبقاش متضايقين منها. زي ما قلت في الاول بس هو بسرعه قوي ان الحقوق دي لما تتطبق سعر المنتج ده هيقل. فلو سعر المنتج ده قل عليا كتكلفه انا هقدر ادفع الحقوق عشان بس تبقى عارفين هو مش حاجه زادت عليا ده بالعكس دي فلوس نقصت من عندي وفي حته زادت صغيره هدفعها. ليه؟ لان اصحاب الحقوق هياخدوا وده طبيعي جدا عند اي مؤسسه محترمه الطبيعي ان هي هتدفع الحقوق لان هي بتطالب بحقوقها في اوقات كتير زي ما حضرتك اتفضلت وقلت سرقه الحقوق يا جماعه لم تتوقف والمنصات العالميه ما هماش بيشتغلوا كده في الهواء زي ما بعض الناس فاكره هماش بيشتغلوا بدون رابط لا الناس بتشتغل بروابط عندهم ضوابط قويه جدا بس عشان تشتغل معاهم وتقدر تحقق حقوقك منهم لازم يكون معاك ورق قوي جدا لان هو لا يعتذر ان حضرتك تبعت له ايميل تقول له انا صاحب الحقوق في المنتج يقول لك اثبت لي اثبت لي دي معناه انك يكون معاك ورق وورق مضبوط وورق هو يعترف بيه ولما يسال على الورق ده في الجهات الاخرى الموجوده في مصر الجهات دي بتقول له اه الورق ده مضبوط. وعشان حضرتك عارفين في الموضوع ده بالذات الامور الفنيه كل المنصات اللي موجوده حاليا المنصات الكبيره كلها عندها وسائل اتصال بكل الجهات اللي موجوده الرسميه عشان بس ما حدش يتصور ان هم مش هيعرفوا يدوروا على الورق مش هيعرفوا يجيبوا مين المسؤول لا هيعرفوا يدوروا هيعرفوا يجيبوا مين المسؤول ويعرفوا يتواصلوا معاه ويعرفوا الحقوق دي بالقانون فين لان هم عندهم ممثلين قانونيين موجودين في كل حته. بس هم بيحتاجوا زي ما قلنا ورق مظبوط 100%. شكرا. بمناسبه انتهاء الندوه احنا بنشكر الساده المتحدثين، بنشكر الاستاذ موسى الفوله اللي هو سابق من شويه، والاستاذ عمر عبد العزيز رئيس اللجنه الحوادث الفنيه، الاستاذ مواطن توفيق بيك. انا دايما بحتاج فيه يبقى معايا مواطن توفيق بيك كده في حاجه فيها رغبه قوه لازم يبقى فيها كبار كبير. ومعانا المهندس صديق العزيز الاستاذ حسام صالح اللي هو بيمثل شركه من اكبر الشركات الموجوده على الساحه الان، واللي هو واحد من عده شركات الموجود كلها مؤمنه لانها تعمل في دوله القانون وتحت امره القانون، ولا يوجد اي شخص فوق القانون في هذا البلد. بشكركم والندوه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن قدره عموميه.
شكرا.